يكبر الأوضة، يغير الشقة. في ايه يا بنت؟ مالك بتترعشي كده؟ ولا حاجة، مغصة داخلة الحمام. سلامتك يا نونتي، أنا شايف إن المغصة دي بقت بتجيلك كتير، تحب نروح لدكتور يكتب لنا أي برشامة ولا حاجة؟ ودواء دموحنا هعملها على روحي. إيه رأيك بقى في الأوضة دي يا حماتي؟ تعالي نشوفها كده والنبي تقنعيها بقى. تعال. ألو. يا قلب شوق، وحشتني يا نور عيني. بجد يا بت، هموت واشوفك. وانا كمان. اللي جابك هنا يا مجنون انت؟ ما انا قلت لك قبل كده مش هتخرجي مع النطع ده الا ولازم اكون قاطركم. مش قادر يا نونا، وبصراحه كده انا محتاجك جنبي الايام دي. خير؟ في ايه؟ ما خبيش عليك يا نونا، الظروف عندنا في البيت من قيله بنيله، والواد زيكا حالته صعبه قوي. ايه عيان؟ لا ده موضوع طول شرحه. المهم انت بس انجزي وطفشي الواد ده بسرعه. اعمل ايه؟ ما انا بحاول. يا رب خلاص اصبر شويه، هطفشه. اصبر ايه؟ انت جاي تشتري اوضه النوم، فاهمه يعني ايه اوضه النوم؟ بقول لك ايه، انا مش هتفضلي تقولي لي الصبر لحد ما الاقيكي حامل. بقول لك ايه، انا دايسه بنزين على الاخر، اعمل ايه؟ تعال هنا قول لي، انا لو طفشت انت بقى هتعمل ايه؟ لا هعمل حاجات تانية طبعا، ولا كلام مع ابوك. اتفضلي يا حماتي. يا لهوي، تعالي اتفضلي. ايه يا بنت اللي موقفك هنا؟ انت مش قلتي داخله الحمام؟ لا، ما هي المغصة راحت، وكمان كنت قاعدة بتفرج على الأوضة دي الساعة، عجبتني قوي. الله، والله عجبتني أنا كمان. خليني بس أشوف خشبها عشان نشتريها بقى فاضي. لا لونها وحش، أنا غيرت رأيي، خلينا بقى نشوف حاجة تانية في مكان تاني. والله ما عجبتني أنا كمان خالص. اتفضلي يا حماتي نشوف حاجة تانية. اتفضلي. يلا يا عريس. اتفضلي يا نونتي، اتفضلي. يلا. تعالي بقى، ايه رايك في الدولاب ده؟ حلو. الدولاب ده كويس على فكره، خشب وزان، اتكلوا على الله واشتروها، ولو احتجتوا اي حاجه انا في الكومودينو اللي هناك. السلام عليكم.